منتخب مصر يواجه المغرب في الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا. وصول الوفود المشاركة في دورة الألعاب الشتوية إلى مطار بكين. جولدن ستيت ووريرز يفوز على بروكلين نتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين. نشرة رياضية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بكم. يواجه منتخب مصر في الخامسة من مساء اليوم نظيره المغربي ضمن منافسات الدور ربع نهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة مهمة مباراة مصر والمغرب لطاقم تحكيمي سنغالي بقيادة ماجد ندي حكما للساحة. مواجهة عربية مثيرة تجمع بين منتخب مصر وشقيقه المغربي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي. الفراعنة تأهلوا إلى ربع النهائي بعد التفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بدون أهداف في دور 16، ونجحوا في إظهار قدراتهم الحقيقية أمام الأفيال وتقديم عرض رائع، وذلك بعد فترة من الانتقادات بسبب الأداء في دور المجموعات. أما منتخب أسود الأطلسي قدموا مستويات مميزة خلال فعاليات البطولة، حيث تصدروا جدول ترتيب المجموعة وعبروا إلى دور الثمانية بعد قلب تأخرهم بهدف أمام ملاوي إلى فوز بهدفين مقابل هدف. لعبة الأرقام وتاريخ المواجهات كسرته مصر عام 2017 وفازت بهدف نظيف في آخر مواجهة بين المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية. أما آخر انتصار للمغرب على مصر في أمم أفريقيا فيعود إلى بطولة بوركينا فاسو 1998 عندما فاز الأسود بهدف نظيف. متابعة جماهيرية كبيرة وموقعة فنية من العيار الثقيل نظرا لتواجد الدولي محمد صلاح في قائمة الفراعنة، والذي يرى الكثير من مشجعي كرة القدم أنه الأفضل حاليا في العالم. في الوقت ذاته ينظر فيه آخرون إلى أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب أنه أفضل ظهير أيمن في العالم. ورصدت كاميرا إكس نيوز توقعات الجماهير لمباراة مصر والمغرب اليوم في ربع نهائي أمم إفريقيا. والله أتمنى أن احنا نعمل ماتش زي ماتش كوت ديفوار، احنا حقيقي كنا عاملين ماتش أداء كويس من فترة، وأتمنى أن احنا بس مشكلتنا في اللمسات الأخيرة. احنا بنمضي الهجمة كويس، وأتمنى أن احنا بس يعني الهجوم أو أن احنا نقدر ننهي الجملة بشكل أفضل أحسن. أتمنى أن اللعيبة تلعب بروح قوية، ان هي تلعب ما تلعبش على اساس انها تبع اهلي او زمالك، لا بالعكس ان هي بتلعب باسم منتخب مصر، وان شاء الله منتخب يفوز باذن الله. هو ان شاء الله يبقى احسن كمان من الاداء بتاع الماتش اللي فات. هو اللعيبه كان نازل عندها روح في الملعب ونازلين عندهم ثقه كبيره ان هم هيكسبوا اصلا، فما كانش هاممنا حد ولا لعيبه محترفه ولا اي حاجه الحمد لله. اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه ويلعبوا بنفس الحماس يعني، وما يحطوش في دماغهم الحتة اللي هي بتاعت المغرب وكعبهم علي علينا والكلام ده، لا الناس تكون رجالة في الملعب تلعب ماتش بماتش، وما نفضلش عايشين كتير على موضوع كوت ديفوار ده. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب بتاعنا ويفوز بإذن الله ويرفع رأسنا لفوق إن شاء الله. يمتلك منتخب مصر ومنتخب المغرب العديد من النجوم، ويأتي في مقدمتهم محمد صلاح وأشرف حكيمي. نتابع في هذا العرض أبرز أرقامهما.
كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن رصد مكافآت إيجادة ومجزية للمنتخب الوطني نظير ما قدموه من جهد ونتائج ببطولة الأمم الإفريقية حتى الآن، وفي حالة تخطي مباراة اليوم والتأهل للمربع الذهبي للبطولة سيتم رصد مكافآت مجزية أخرى وفقا للائحة المالية، مشيدا بحالة التركيز الكبيرة التي تسود بعثة المنتخب لتحقيق إنجاز يسعد الجماهير المصرية. وكان وزير الشباب والرياضة تواصل هاتفيا مع بعثة المنتخب الوطني والجهاز الفني المشارك في منافسات البطولة، وذلك للاطمئنان على كل استعدادات المنتخب لمباراة اليوم التي تجمعه مع منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دوري الثمانية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عمرو عزة الناقد الرياضي، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. في البداية، ما هي توقعاتك لمباراة اليوم بين مصر والمغرب، ومن الأقرب للتأهل إلى نصف النهائي؟ يعني خلينا نتفق إن الماتش هيبقى 50-50، مش عايزين نبالغ قوي إننا نقول مثلا المغرب مرعبة أو كده، لا إحنا نقدر نعدي. يعني المنتخب بتاعنا ظهر قدام كوت ديفوار يعني كأول اختبار حقيقي بعد دور المجموعات، لا لعبنا كويس يعني بعيد عن الفوز بضربات الجزاء، بس احنا لعبنا ماتش كويس جدا. المغرب عندها نقط ضعف اكيد، هو منتخب قوي جدا ما نقدرش نقول حاجه، لكن لو هنقدر نعدي نقدر نعدي طبعا. يا رب نتمنى طبعا الفوز وكلنا نفرح. من يمتلك الحلول والأكثر خبرة لحسم هذه المواجهات، كيروش مدرب المنتخب الوطني أم مدرب المغرب في رأيك؟ لو بصينا لمواجهات كيروش مع المغرب، يعني كيروش انتصر عليهم مع إيران في كأس العالم اللي فات، يعني إيران كسبت المغرب في كأس العالم اللي فات، فده يعني هو لاعب المغرب قبل كده وهو عارف المنتخب المغربي كويس جدا. هو النهارده كمان بادي في التشكيله بايمن اشرف في نص الملعب، دي في حد ذاتها هتقول ان هو هيلعب مع احمد فتوح على ناحيه الشمال علشان يقفلوا على واحد من افضل باكات اليمين في العالم، لم يكن الافضل اشرف حكيم. يعني هو عارف ان الخطوره كلها بتاعت المغرب هتيجي من ناحيه اليمين بتاعت اشرف حكيمي، وشفنا ده في الماتشات اللي فاتت. فهو قافل الجبهه دي بتاعت احمد فتوح وقدامه ايمن اشرف، وهيدي حريه شويه لما نمتلك الكوره ان احمد فتوح يزيد مع عمر مرموش، نقدر نشكل هجمات من الناحيه دي، لان شفنا لما اشرف حكيمي بيتقدم الجبهه دي بتبقى فاضيه شويه في كذا الماتشات اللي فاتت، ودخل من في ماتش الجابون دخل في المغرب جون بالطريقه دي، وبرده في ماتش ملاوي اللي فات دخل الشوطه كانت من الناحيه دي. يعني هو كيروش فاهم ده، واضح ان هو فاهم ان حكيمي بيزيد من هنا، فان هو هنقدر نلعب على الحته دي، ان لما ندافع ان احنا نسبة كبيرة ان احنا هنسيب الكرة للمغرب، واحنا نلعب على الهجمات المرتدة، ده واضح من التشكيل اللي نازل بيه كيروش النهارده. بس الفكرة اننا لما نستحوذ على الكرة هنعمل ايه؟ يعني هو ده اللي هيفرق. يعني لو ربنا كرمنا ان شاء الله وسجلنا جول في الشوط الاول، ما ينفعش نفضل يعني نتراجع ونسيب الكرة للمغرب على طول. لو سيبنا الكرة للمغرب على طول كده لا قدر الله ممكن نخسر. لازم لا قدر الله ضاغطين، يعني سجلنا الاول نفضل ضاغطين نواصل بنفس الطريقه. هنلعب هجمات مرتده ده غالبا، لان هو المغرب دفاعه مش اقوى حاجه، يعني شفنا الماتشات برده اللي فاتت ان عندهم نقط ضعف كتيره في خط الدفاع. اشرف حكيمي لما هيتقدم احنا غالبا هتبقى هي دي لعبتنا، احمد فتوح مع عمر مرموش هيشكلوا جبهه في الناحيه دي، اول ما نمسك الكوره لازم يبقى في تحول سريع من الناحيه دي. طيب استاذ عمرو، برايك هل تاريخ المواجهات بيكون لها دور في ترجيح كافة الفائز في مباراة اليوم؟ يعني مش عايزين نقول برضو كده المغرب يعني كعبها على عينها زي ما بنقول، بس احنا لو بصينا اخر مثلا مواجهة في كاس الامم 2017 احنا اللي انتصرنا، يعني قبل كده مثلا في 2006 اتعادلنا، في 86 احنا كسبنا. يعني مش عايزين دايما نبص للمواجهات التاريخية، وده فيه 11 لاعب قدام 11 لاعب والافضل هو اللي هيفوز ان شاء الله، مش عايزين نركز في التاريخ ونقول ان هم بيكسبونا على طول او كده، مش عايزين نحسبها كده. يعني ان شاء الله يا رب كلنا نفرح النهارده، وكل التوفيق لمنتخبنا المصري. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو عزت الناقد الرياضي على وجودك معانا.
يلتقي منتخب السنغال مع غينيا الاستوائية اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم ساديو ماني جاهز للعب أمام غينيا الاستوائية، وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في دور 16 والتي انتهت بفوز السنغال بهدفين دون رد. وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب غينيا الاستوائية إلى ربع نهائي بعد فوزه على مالي بركلات الترجيح. كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا من قبل الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر البارلمي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا خلال الفترة من 20 حتى 30 من يناير. من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة قدرة أبطال مصر الرياضيين من ذوي القدرات والهمم على التحدي والفوز في كافة البطولات الدولية التي يشاركون بها وتحقيق أرقام قياسية تعكس تفوقهم وإبداعهم وموهبتهم الرياضية. Tassi, the Serbian captain in position. Molete driving through, looks to find Werner Rousseau. Rousseau unable to get the ball up, but Yalezo under pressure there from the Egyptians, and Yalezo losing his balance, and foul is called on the South African youngster, the number 12. Adopting the press, and Egypt managing to break it, and the youngster of Werner Rousseau crashes into the chair. توجت آية هشام لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه الميدالية البرونزية ضمن منافسات الدوري العالمي المقام حاليا في إسبانيا، كما حقق نور أكرم المركز السابع في منافسات كوميتي وزن 68 كيلوغرام ضمن منافسات البطولة ذاتها. أنهى النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بالتعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة 5 والأخيرة للمجموعة الثانية، ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط محتلا المركز السادس والأخير في المجموعة، وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط أيضا في المركز الخامس، وودع الفريقان منافسات البطولة بشكل رسمي. وصل الوفد الأولمبي الأمريكي وكذلك الكندي إلى بكين لحضور دورة الألعاب الشتوية المقبلة، واستقبلت العاصمة الصينية ما يقرب من 1500 رياضي ومسؤول، ومن المتوقع أن يستقبل مطار بكين الدولي أكثر من 1000 من الوافدين المرتبطين بالألعاب الأولمبية في أقل من أسبوع. نفذت الصين بشكل كامل مفهوم الاستعداد الأخضر للحفاظ على البيئة في جميع جوانب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، نتابع في العرض التالي.
توج الإسباني رافائيل نادال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد غياب 13 عاما، وذلك بعد فوزه على الروسي دانيال بثلاث نقاط أو مجموعات مقابل مجموعتين بعد أن كان متأخرا بمجموعتين دون رد. وبهذا الفوز حصل نادال على اللقب 21 في مسيرته ليفك شراكة مع منافسيه في صدارة اللقب الجراند سلام. فاز فريق جولدن ستيت ووريرز على بروكلين نتس 110 مقابل 106 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ووريرز إلى 37 فوزا مقابل 13 هزيمة، بينما توقف رصيد نتس عند 29 انتصارا مقابل 20 خسارة. Claxton again, quickly inside. He's a very good roller when no one's in front of him. He only averages 9 a game as Klay Thompson drills the three-pointer. Irving and Curry, two magicians with the ball. Shot clock winding down, Irving's got to get it off. Just doesn't tie, banks it, Holt, and the foul. That beat inside to Looney. And what they switching they're doing. You got to make sure you don't give up the slip layups. Wiggins, a contested jumper, tough shot, knocks it down. 18 a game as Patty Mills, three-pointer misses. Claxton right there on the follow. Seven. Was that at Pepperdine? As Wiggins drives and finishes, aggressive move to the glass. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.